دعوني أتحدث عن المحاولات الدؤوبة لإفشال الجزائر. طبعا ليس جديدا، في كل مرة يعني هذه المحاولات تجري على قدم وساق. دأبوا على التآمر على الجزائر، وبصراحة هذا يدهشني كثيرا. لا عمل لديهم إلا محاولة النيل من الجزائر. أنا لن أتحدث عن الدول التي لن تشارك في القمة العربية، القمة التي ستعقد في الجزائر، ولا أريد إحراج أي طرف في هذا الشأن، لا نتحدث عن ذلك، ودعونا نترك الملابسات تشرح نفسها. وقناعتي بأن عدم مشاركة أي دولة لا يمثل بأي حال من الأحوال انتقاص من قيمة ودور وإخلاص الجزائر، هذا أمر واضح يا أخي، بل يؤكد العكس. ففي هذه المنطقة يعني حيث الاستقطاب والشد والجذب، عندما تكون الدولة بصراحة المستضيفة القمة قوية ومؤثرة، ربما هذا يؤثر، يعني هذا ربما برهان بطريقة ما على قوة وتأثير الجزائر. أنا في صراحة كل هذا تخطاه. سأرد على الشامتين بسبب عزوف بعض الدول عن المشاركة في القمة، وبصراحة أنا لا أعرف الكثير عن دوافعهم الحقيقية، وكما قلت لن أعلق عليها. ولكن أي أحمق شامت يتوهم بأن فشل الجزائر في لم الشمل العربي، يعني إذا فشلت طبعا، وهي لم تفشل على الإطلاق، ولكن فلنفرض جدلا أن معظم الدول العربية امتنعت عن المشاركة، لم يأتي أحد في ذلك اليوم الموعود، هل هذا يعني فشلا للجزائر؟ طبعا لا ومليون لا، إنه يعكس إخفاقا عربيا ويجذر القناعات القديمة بأن هذه المنطقة ميؤوس من وحدتها، وأنه مهما أخلص الأحرار في انتشالها من التشرذم فهي عصية على الوحدة، وأن أمراضها المزمنة ميؤوس من علاجها، وهذه مشكلة لا تمس الجزائر بأي حال من الأحوال. ما هؤلاء الحمقى يا أخي، كيف يفكرون إن جميع الأحرار من الشعوب العربية، كل الأحرار يفهمون ويقدرون يعني عمق الإخلاص الجزائري لإنجاح القمة العربية. لقد قامت بواجباتها على أكمل وجه، وخاصة القضايا المبدئية بجل اهتمامها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. والأنظمة العربية بطبيعتها يا أخي متشظية ومتناحرة، وهي تعبر عن داء قديم فيها، وما حققته الجزائر حتى هذه اللحظة بشأن التحضيرات يمثل اختراقا للمألوف. حتى القمة في كل الأحوال لم تعقد منذ سنوات، وثمت أطراف كثيرة وقعت تحت حبائل الكيان، وبعضها فقد الحماس لأسباب معروفة. والأمر برمته لا يعني رفضا لجهود الجزائر، بل هناك شواهد كثيرة أن ثقل الجزائر والتقدير لدبلوماسيتها أتاح على الأقل الفرصة لإنعقاد القمة، ولا تزال الفرصة كبيرة لنجاحها. ولقد وعد المتغيبون في الحد الأدنى الالتزام بمقررات القمة، وهذا لا يعد فشلا على الإطلاق. أنا فقط أقول إنه هذه الأفكار في أذهان الشامتين والموتورين الحاقدين. وعلى العموم تحاسب الجزائر، تذكروا ذلك جيدا، تحاسب الجزائر في مواقفها السيادية وهي سيدة لقرارها، وتحاسب الجزائر على مواقفها المبدئية وهي رائدة في هذا المضمار، وهي مناصرة شرسة للقضايا العادلة، وتحاسب الجزائر في علاقاتها الثنائية وقدرتها على الاختراق الدبلوماسي. والجزائر في هذا الحقل بالذات أثارت إعجاب الجميع، وأصبحت الدول الأوروبية تهرول للجزائر وتتفانى في خط ودها. لا تبدو لي الجزائر بحاجة لدور عربي، لا تبدو لي الجزائر بحاجة إلى إشادة عربية. ما تقوم به الجزائر تجاه العرب هو من باب الواجب، وليست ملزمة به على الإطلاق، ولن يلومها أحد على عدم نجاحها في معالجة الأمراض العربية. الجزائر دولة ذات سيادة، وليست طبيبا نفسيا متخصصا في الأمراض النفسية والعاهات العربية المزمنة. ما هذا الإسفاف يا أخي؟ ما هذا الإسفاف الذي يصلنا من أنصاف المثقفين والموتورين الذين لم يجدوا لأنفسهم عملا سوى مهاجمة الجزائر. بالمناسبة الجزائر لم تستفد من العرب تاريخيا، والذين يقدرونها تعرفهم وتقيم معهم صلات ثنائية قوية، وليست بحاجة إلى القمة العربية كما قلت لتعزيز دورها. وويل العرب من الحليم إذا غضب، أي سيخسر العرب كثيرا في ذلك اليوم الذي تقرر فيه الجزائر إغلاق أبوابها أمام العرب وتنصرف إلى شؤونها. الجزائر أقوى من أي وقت مضى، هذا أمر مؤكد. لديها أفريقيا وأمريكا اللاتينية، آسيا، ولديها الدول الغربية تتهافت على أبوابها، وهي ليست بحاجة لصداع العرب الذين لم تجني منهم إلا الغدر والخيانة. يتحدثون في وسائل إعلامهم عن أتفه الإنجازات ويتعمدون تهميش ما تقوم به الجزائر، ولولا صبر الجزائر وحب الجزائر الخير للمنطقة العربية لأدارت لهم ظهرها منذ عقود. أنا لا أقول بأن الجزائر ستفعل ذلك، ولكنني أقول إنها مستغنية، وهي تقدم الدعم من منصة المانح العزيز. وعلى العموم ستعقد القمة في ميعادها، وستنجح نجاحا باهرا، وستبرئ الجزائر ساحتها، وسيتعين على الشامتين ابتلاع أحقادهم كما كل مرة. من يشمت على الجزائر فهو بليد وقصير نظر، فهو يشمت على نفسه وعلى عاهاته، وكأنه يقول انظروا كم أنا بارع لأنني أشمت على دولة تحاول لم شملي وتعزيز قوتي. أنا شامت لأنني أفشلت العمل الوحدوي. هكذا يفكرون. والله أنا شامت على هؤلاء، فهم بالفعل مهزومون ويعانون الاستلاب، والمضحك أنهم لا يدركون ذلك.